أهلا وسهلا بكم طلابي الأعزاء، أنا مس نانسي عطية، سأكون رفيقتكم في تعلم واستكشاف مادة اللغة العربية لهذا العام. أرجو أن يكون عاما دراسيا مليئا بالإنجازات والإبداعات، لأننا نؤمن بأهمية إنشاء متعلمين ذوي عقلية منفتحة. تسعى المدرسة الأمريكية إلى خلق عالم أفضل أكثر سلاماً وبيئة تعليمية متميزة بأنشطة تفاعلية ممتعة. تدخل اللغة العربية في جميع نواحي التعلم في ثلاثة أشكال: اللغة الشفهية كالمحادثة والاستماع، اللغة المكتوبة كالقراءة والكتابة، أما اللغة المرئية فهي المشاهدة والعرض. مهارة القراءة: القراءة من مصادر متعددة ككتاب وزارة التربية والتعليم وكتيب نصوص القراءة الجهرية ورواية أطفال غسان كنفاني كالقنديل الصغير ورواية عودة السندباد واستعارة مجموعة كتب من مكتبة المدرسة، بالإضافة إلى العديد من المواقع الإلكترونية مثل تطبيق اقرأ بالعربية. المهارات اللغوية: تدرس المهارات اللغوية والنحوية في مادة اللغة العربية من خلال أنشطة تفاعلية ممتعة يتم تنفيذها في كتيب المهارات اللغوية. مهارة الكتابة: تتنوع ما بين كتابة التأملات والتعبير الموجه كالرسالة والمقالة والإملاء الذي سيكون يوم الثلاثاء من كل أسبوع. وحدة من نحن: نصوص القراءة، عمالة الأطفال. النص الثاني هو من مذكرات أحمد. بالنسبة إلى مهارة الاستماع فسيتم تطويرها من خلال مشاهدة برنامج خواطر بعنوان عمالة الأطفال، واليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال. بالنسبة إلى مهارة التحدث سيتم التحدث عن هرم ماسلو للإحتياجات الإنسانية. أما بالنسبة للمهارات الإملائية فستكون همزة الوصل وهمزة القطع علامات الترقيم. أما بالنسبة إلى القواعد النحوية فستكون أقسام الكلام وأزمنة الأفعال. فسيتم تطوير مهارات التواصلية والمهارات الاجتماعية خلال هذه الوحدة. الوحدة الثانية فهي نتشارك الكوكب. نصوص القراءة: قراءة نم، أسرار ثمينة. بالنسبة إلى نصوص الاستماع فهي تعاون ونظام، ثقب في طبقة الأوزون. أما التحدث سيكون عن التنظيم في قرية النمل وقطاع الغابات. أما المهارة الإملائية التي سيتم تطبيقها فهي كيفية كتابة الألف التي تلفظ ولا تكتب وأنواع الهمزات. أما بالنسبة إلى قواعد النحوية فهي الضمائر وحروف الجر والعطف، والمهارات التي سيتم توظيفها خلال هذه الوحدة هي مهارات التفكير بالإضافة إلى مهارات إدارة الذات كالتنظيم. وحدة كيف ننظم أنفسنا. النصوص القرائية هي المسجد الأقصى المبارك، مسؤوليات الحكومة. أما نصوص الاستماع فهي تحرير القدس والعدالة الاجتماعية. بالنسبة إلى مهارة التحدث ستكون حول مسجد قبة الصخرة والبطالة. أما بالنسبة إلى القواعد الإملائية فهي اللام الشمسية واللام القمرية والفعل المبني للمعلوم والفعل المبني للمجهول
وظرفي الزمان والمكان. سيتم تطوير المتعلمين من خلال مهارات البحث والمهارات الاجتماعية. وحدة، كيف نعبر عن أنفسنا؟ النصوص القرائية التي سنتطرق لها هي التلفاز وخبر كاذب. الاستماع سيكون حول أنواع وسائل الإعلام. أما بالنسبة إلى مهارة التحدث فستكون في دور وسائل الإعلام في التعليم. أما المهارات الإملائية فستكون التمييز بين النون الساكنة والتنوين. أما المهارات النحوية فستكون العدد من حيث المفرد والمثنى والجمع، بالإضافة إلى ألف التثنية وواو الجماعة. المهارات التي سيتم تطويرها خلال هذه الوحدة هي مهارتي التفكير والمهارات التواصلية. وحدة، كيف يعمل العالم؟ نصوص القراءة أفكار مثيرة. الطاقة في الأردن. بالنسبة إلى مهارة الاستماع فسيتم تطويرها من خلال أهمية الطاقة. أما مهارة التحدث فيتم من خلال تحويل طاقة الرياح إلى طاقة كهربائية. مهارة الإملاء ستتم من خلال همزتي الوصل والقطع. مهارات النحوية هي مراجعة عامة لجميع المهارات التي تم إعطاؤها خلال العام الدراسي. المهارة التي سيتم توظيفها خلال هذه الوحدة هي مهارات التفكير. وحدة، أين نحن في المكان والزمان؟ نص القراءة سيكون بعنوان البيت المهجور. الاستماع، سنستمع إلى قصة نجاح المهندسة زها الحديد والدكتور مجدي يعقوب. سنتحدث عن أهم أسباب هجرة الأفراد. أما بالنسبة إلى القواعد الإملائية فسيتم مراجعة الألف المقصورة والألف الممدودة. أما بالنسبة إلى القواعد النحوية فسيتم مراجعة جميع المهارات السابقة التي تم إعطاؤها خلال العام الدراسي، وسيتم توظيف المهارات التواصلية والمهارات الاجتماعية في هذه الوحدة. طلابي الأعزاء، أرجو أن يكون عاماً مليئاً بالإنجازات والابتكارات. فنحن في مجتمع التعلم نسعى دوماً لتحقيق الأفضل. وقد قال الشاعر أحمد شوقي: العلم يبني بيوتاً لا عماد لها، والجهل يهدم بيت العز والكرم. أرجو أن تكونوا من البنائين لمجتمعكم وأمتكم. دمتم بحفظ الله ورعايته.